السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله شغالين ان احنا نعمل فهرس بموقع الذكاء الاصطناعي، وهيبقى الموضوع سهل جدا. اول ما هتدخل على الموقع هتلاقي المواقع، كل موقع فيه اول ما تدوس عليه يبدأ يجيب لك اسم الموقع وشرح ليه وفيديو، وطبعا في صورة في الاول. طيب لو انا عايز افلتر اقول له فلتر، واقول له ان انا عايز مثلا الحاجات اللي هي بتعمل مثلا فن توليدي ارت جينيريتيف، فيبدا يجيب لنا الحاجات الخاصه بالفن، الحاجات زي الميد جورني، فتقدر تقارن بينهم. ما يبقاش ان شاء الله نزود بقيه المواقع بحيث يبقى عندك اختيارات كتير. فكل بساطه هتقول له فلتر وتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها. مثلا عايز المواقع اللي هي خاصه بالهندسه، فيبدأ يجيب لك المواقع الخاصة بالهندسة. تقدر تقول له أنا عايز أشوفها على هيئة جريد أو على هيئة ليست، سورت باي، تقدر ترتبهم زي ما أنت عايز. الموقع لسه بادئ، بس إن شاء الله قريب نحط فيه المواقع بتاعة الذكاء الاصطناعي كلها. ولو عندك موقع حاسس إن إحنا ما اتكلمناش عنه، يا ريت تحطه لنا في الكومنتات بإذن الله. شكرا.